سكاي بي مع الأستاذ محمد أبو ناموس، وهو أول حالة عربية فلسطينية تشفى أو تشفى من فيروس كورونا. أستاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام عليكم ورحمة السلام الله. ورحمة الله وبركاته. بداية، نحن سعداء باستضافتك في برنامج دليل الأصحاء عبر فضائية القدس اليوم، فأهلا وسهلا بحضرتك. الله يسعدك، أنا مبسوط أكثر وبحب أزف لأبناء شعبنا. أنا الحمد لله رب العالمين، اليوم تم خروجي من المستشفى نهائيا، رغم أنه هذه الفرحة كانت يعني مخصوصة بما حدث في لأهلنا في الوسطى. إن شاء الله ربنا يرحم أمواتنا وأموات نعم المسلمين ويفك قيد أسرانا يا رب أستاذ العالمين. محمد، أنت حاليا عشان نوضح للمشاهدين، الآن أنت موجود في الصين أليس كذلك؟ نعم، أنا موجود في مدينة كوانجو في الصين، وزي ما قلت لك انه تم خروج اليوم خرجت من المستشفى نهائيا. يعني انا بقيت قبل هيك في اللي هو الحجر الصحي تحت الرقابه السريريه، كان مده 14 يوم، وزادت معي يومين زياده، لكن الحمد لله رب العالمين انا الان موجود في مدينه كوانزو في وسط اخواني في الجاليه الفلسطينيه. طيب أستاذ محمد، لو تدينا يعني كيف أنت تم تشخيصك مصاب بفيروس كورونا؟ شوف أخي، أنا بدي أقول لك شيء واحد في البداية. أنا يعني بدي أقول لك ما تناقله الأطباء، أنه الفيروس هذا حضانته من أسبوع ل 14 يوم وحاليا ل 25 يوم. من مساوئ هذا الفيروس أنه هو سهل ممتنع، بيدخل في الجسد ما حدا بيشعر فيه. الفيروس قبل ما يدخل شيء وبعد ما يدخل بتحول بتطور من ذاته مع إعطاء الأدوية. إذا كانت خطأ لا قدر الله بيصير تطوير ذاتي لهذا الفيروس. الآن الفيروس هذا الأعراض بتاعته صعبة وحادة على الجسم سليم، ولكن مش خطيرة على البشرية، يعني ما بتهدد البشرية بشكل إنها تمسح طيب البشرية أو تنهي أستاذ البشرية. محمد، لو خلني أوضح لك. نعم تفضل. الآن أنا تم تشخيصي من خلال اللي هو تم حجر أحد أصدقائي باكتشاف الإصابة معه. في هذه اللحظة تم حجر جميع من المحيطين فيه أو كل من تعامل معه. تم حجرنا في 28 يناير. الآن أنا لما كنت أقول للأطباء طب اعمل لي فحص طبي، يعني أنا عملت فحص طبي في البداية قبل، يعني ما لما عرفت أنه صديقي عنده إصابة عملت فحص طبي، فكانت النتائج سلبية. الآن بعد ما حجرونا قلت له طيب أنت اعمل لي تحليل مرة أخرى ما دامك أنت شاكك، عمل لي تحليل. قال لي لا، انا بدي انتظر الاعراض تظهر عليك، انت 14 يوم الا ما تظهر عليك، واذا ما ظهرت عليك بنطلعك. والله بالفعل او قعدت اول اسبوع ظهرت عندي الاعراض، ظهرت الاعراض دفعه واحده طب بدون ايش هي استثناء، الاعراض يعني استاذ بدون انه محمد، مثلا لو تحكي لنا عن الاعراض؟ تمام. كانت في اعراض قبل اللي هو الاعراض الاساسيه، ولكن اعراض انا يعني وضعتها او نسبتها للاجهاد الصفر. الان في اعراض اخرى اللهم صل على سيدنا محمد مرتبطه فعليا في الحاله اللي صارت معي في نفس اليوم، كان من اهمها ارتفاع درجه الحراره، ارتفاع حاد، يعني ارتفاع فوق ال 38.5 39.5 وصلت معي. طبعا ضغط على الجسم اللي هو صداع حاد جدا، يعني مش بس صداع حاد جدا في اعلى الراس مع الجبهه، وطبعا هان، يعني ما بعرف ايش بسموه الاطباء. طبعا طنين في الاذن، طنين في الاذنين التنتين، ضغط على العين اللي هو الانف نفسه، كان اللي هو فيه زي كتله غبارية مع التهاب في الجيوب الانفيه. الفم جاف جدا جدا، يعني انا مش قادر ابلع ريقي. طبعا اللي هو سعال حاد وجاف كان بيجرح الزور، يعني انت حتى مش قادر تقح. في بدايتها ما كان معي عطس نهائي، يعني في البداية ما كان في معي لا عطس ولا شيء. الأمر الآخر وكان أصعبهم، يعني كان هذا أكثر ألم فيهم، كنت أحس أنه 100 كيلو، يعني في وزن ثقيل على عتق الرقبة مع الأكتاف من الخلف من هان. اللهم صل سيدنا محمد. الرئتين كنت بأشعر كأنه في مسامير بتدخل من هان بتطلع من ورا، بتطلع من ظهري، لا قادر أخذ النفس ولا قادر أقح، وكأنه في بلغم مش قادر اطلعه، مع القشعريرة مع ألم في العظام وإنهاك عام في الجسم. طبعا في تفاصيل أخرى وأعراض أخرى، بس هذه كانت أهمها نعم وهذه اللي صاحبتني
خلال فترة أسبوع لأسبوعين حتى مع أخذ العلاج. طب استاذ محمد، يعني العلاج اللي كنت بتتناوله وريدي يعني عباره عن محلول ولا اقراص؟ وهل هم يعني كانوا بيعطوك العلاج يعني كمضاد للفيروسات ولا بس على اساس انه تنزل درجه الحراره وما يصير عندك مضاعفات؟ شوف، انا قبل هيك في كل القنوات اللي طلعت اكترثت اني ما احكي عن قضيه العلاج لانه مرهق، لكن من خلال فضيتكم انا حتفضل في الحديث. وهذا حياك صلى على الله. حبيبنا النبي. العلاج كان اللي هو عباره عن عقاقير 8 اصناف، كنا بناخذها على 3 وجبات. بس اسمح لي يعني اوضحها اتفضل كويس. اتفضل. ثلاث وجبات هذه كانت تاتينا عقاقير مغلفة. الآن من ضمن هذه الأدوية كانت في أدوية اللي هي مضادة للفيروسات، اللي هو قاشع شو اسمه للبلغم، تمام، مش خوافض بدرجة الحرارة بقدر ما هو أدوية معالجة للأعراض اللي بتظهر مع المريض. أنت فهمت؟ يعني أنا في يوم من الأيام قلت للدكتور أنا قلبي بنفرم، يعني بحس انه قلبي بنفرم وفي اشي عندي هنا واقف، فجاب لي دواء معين. انت فهمت؟ طبعا انا اذا يعني في دكاترة تواصلوا معي يعني خدمة لله وللرسول ولوجه الله تعالى هزودهم بالاسماء وبالصور، هذا يعني حقا على يعني وعد علي، يعني انت فهمت علي كيف. الامر الثاني انه كان في اللي هو من ضمن الادوية اللي هو اشياء بتخص اللي هي الدم وبتخص الفيتامينات والمناعة، 8 أصناف. كنا بشكل يومي بناخذهن أقراص مش من الوريد. كان عملية الوريد بتأخذ اللي هي فقط الدماء، يؤخذ اللي هو كانوا بياخذوا 5 قوارير دماء وبتم من خلالها الفحص، فحص بدأ الأمر إنه أول ما وصلنا للمستشفى عملوا طبعا اللي هو عشان أقول لك إجراءات الفحص لعله حد يستفيد من هذا الكلام. نعم تفضل. أول شيء عملوا لنا فحص الفم، فحص الأنف، طبعا درجات الحرارة هذا شكل يعني 24 ساعة، طبعا فحص البول والبراز اللهم صل سيدنا محمد. الدم كانوا يعني عملوا زي ما قال الدكتور، قال لي عملنا لك فحص للأمراض، نشوف إيش في عندك أمراض مزمنة، أمراض مناعية، أمراض وراثية، اللي هي كيف استجابة جسمك، كل الأمور هاي. في عنده اللي هو كمان السيتي والأتراساوند، وطبعا تخطيط القلب والضغط هذا بشكل يومي. طب أستاذ محمد، يعني خلال فترتك وخضوعك للعلاج، النظام الغذائي هل كان بيهتموا بنظام غذائي معين أو مشروبات معينة، ولا كان مسموح تأكل اللي بدك إياه؟ شوف، احنا كان يعني الدكتور قلنا ابعدوا عن اي شيء اللي هو قلوي، يعني شيء اللي هو الاستفراغ. كانوا بدقوا على الماء الدافئ والسوائل الدافئة، طبعا الماء الدافئ مع الليمون والسوائل الدافئة، الخضروات، الفواكه، اللي اللهم صل سيدنا محمد، اللبن، الحليب، مش اللبن، الحليب بشكل خاص. طبعا لما نحن قلنا له احنا مسلمين، فكان يعني انت جابونا صاروا يجيبونا اكل معين. يعني كمان اللي هو في عندك التغذية، كان يعني بدقق علينا في اكل اللي هو البصل، الثوم، الحاجات هاي، اي مأكولات بتزيد من فاعلية الجسد أو بتزيد من قوة المناعة، بتغذي الجسم بالفيتامينات. كان الآن كل وسائل التغذية ما كان فيها أي مشكلة إنك تجيب أكل من برا، ولكن كان يعني أنا السفارة كانت بتزودني في الأكل بشكل يعني كل 3 أيام. أنت فهمتني كيف؟ إنه يكفيني مثلا ل3 أيام، ما كان في أي مشاكل. لكن كانوا بيمنعونا إنه أنت بلا مؤاخذة إنه يكون الأكل من مطاعم من كذا، لأنه مش مضمون. فكان يقول لك إنه يفضل إنه يكون مطهي في بيت. أنت فهمتني؟ طيب أستاذ محمد، يعني حتى لو نطيل عليك، يعني نصيحة تقدمها لكل الناس اللي بيشوفونا
واكيد راح ناس يشوفونا من الناس الان ربما يعني يخضعون ربما يخضعون للعلاج، فايش نصيحتك للناس المصابين اللي الان بياخذوا علاج والناس اللي كوقايه يعني بخبرتك المتواضعه خلال الفتره هذه؟ خبرتي يعني انا احب اوجه في الاول للاخوه المصابين، لانه الامر اهم لهم من الاخوه الغير نعم مصابين. الاخوه المصابين يعني احنا الحمد لله مسلمين، واحنا نعتمد على الله، وكل نفسي لنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا على الله فليتوكل. الامر الاول انك انت ما تضعف نفسيا، ما تستسلم. الامر مش صعب، يعني انا ما زلت اقول انه حجه هذا. الو، تفضل سامعينك، تفضل. انا بقول لك حدة هذا الفيروس او صعوبة هذا الفيروس في اول اسبوع، اذا استطاع الجسد تحمله، اذا استطاع الشخص ان يتحمل هذه الفترة اللي هي مرحلة الخطر، ما بعد ذلك الحمد لله بيصير في حالة صحية جيدة ويستطيع التغلب على الفيروس. الفيروس بيعتمد كليا على جهازك المناعي، جهازك المناعي بيعتمد على الحالة النفسية والتغذية. يعني العلاجات مش اكثر من عامل مساعد للجهاز المناعي، ولكنها كل الادويه والعقاقير اللي احنا كنا ناخذها ما هي الا عباره عن، وعشان انا يعني اكون واضح مع الجميع، ما هي عباره عن انها بتعالج اعراض، ما بتنهي فيروس، بتعالج اعراض او بتحد من نشاطه. الان اذا الشخص عنده امراض اخرى هذا امر ثاني، هذا بيرجع للاطباء نفسهم. الأمر اللي أهم من هذا إنه أنت بدك تمارس الرياضة، بدك يعني تيجي على نفسك قد ما بدك، يعني صلي، يعني اللي ما بيصلي صلي، يعني الرياضة في الصلاة فيها نوع من الرياضة. استسلمت للمرض وقاتل المرض؟ لا، هو مش قاتل. لا، هو مش قاتل، هو كفيروس مش قاتل. مش قاتل إلا إذا أنت استسلمت له. هو أضعف بكثير من أنك أنت يعني تستسلم له. هو بس مدته أسبوع في الألم الحاد. إذا تحملت هذا الألم إن شاء الله رب العالمين كل شيء سهل. أما بالنسبة للإخوة الغير مصابين، أخذ الاحتياطات، وما في داعي للهلع والخوف والشعور بانك انت يعني خلاص انه هذا حيقضي. لا، هذا فيروس هو مضاعف عن فيروس الانفلونزا، في اعراض متشابهه ولكنه مش زي فيروس الانفلونزا، اعراضه حاده، مش قاتل. نسبه الشفاء يا جماعه، وانا هيني بقولها ومن خلال قناتكم وان شاء الله بيكون كل العالم بيشوفها، نسبه الشفاء بهذا الفيروس اكبر من نسبه الوفيات. مش المشكله انك تصاب، وارد انه اي بني ادم يصاب، ولكن المشكله انك تستسلم للاصابه. يعني بمعنى اصح انه انت بدك تلاحظ عدد المصابين، هذا لكل اجر، عدد الوفيات هذا لكل اجر كتاب. وفعليا يعني انا كان من بتواصلوا معي اطباء، واطباء كمان فلسطينيين كانوا يقولوا لي نسبه الوفيات الكبار، ومش كل كبار كمان، اللي عندهم امراض، يعني امراض حاده، يعني مش بس امراض مناعيه، يعني بمعنى اصح. واحنا الحمد لله رب العالمين، يعني احنا ما فيش عندنا هذا الكلام، يعني اولا عن اخيرا، فماذا في داعي للهلع، وما في داعي للخوف، وما في. يعني انا اليوم وانا طالع من المستشفى، الناس عايشه حياتها بشكل طبيعي، سواء انه ماخذ سبل الوقايه، حاط الواقي، بروح على مدرسته، فاهمين كيف يتعاملوا مع المرض او كيف يتعاملوا مع هذا الفيروس. انتشار الفيروس بطريقه خاطئه ممكن يخليه يتطور، هذا هو كل الموضوع. فما في داعي للهلع والهاجس النفسي، وانه لا، الامور تؤخذ بشكل سلس وبسيط. استاذ محمد ابو ناموس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله حقيقه، وهذه التطمينات الرائعه والكلمات